تعريف المدرسة في بعض الدول العربية. المدرسة هي السجن، التلاميذ هم يأجوج ومأجوج، الاستراحة بالنسبة لهم ملهى ليلي، القسم هو المطعم، يوم توزيع النتائج هو يوم التشرد، الطاولة هي لوحة فنية من عام 1922. مقولة من غش فليس منا تعني عندهم من نقل انتقل، ومن اعتمد على نفسه جلس في قسمه. الساحة عندهم حلبة مصارعة، ساعتين في الرياضيات تعني ساعتين في الجحيم. مراحيض الذكور مستودع لبيع المخدرات، مراحيض الإناث كأنها صالون تجميل. يوم الامتحان يوم تقديمه أمام النيابة العامة أو قاضي التحقيق. الغياب يعني الفرار من الجيش. حصة الإنجليزية أو الفرنسية تعني آخر يوم للامتحان.